ضربت فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بقوة في الفترة الأخيرة، ونجحت في إيقاف عديد الأشخاص متلبسين بقضايا تهم ترويج الخمور خلسه والمخدرات والنقود المزيفة، كما تمكنت من حجز حوالي 5000 علبة جعة و171 قارورة خمر وكيلو ونصف من الزطلة، إضافة إلى حجز شاحنتين تم استعمالهما في الغرض. جاتنا معلومات فما مجموعة من الشباب مش يجيبوا معناها مش يجيبوا كمية من المشروبات الكحولية من مدينة سيد بوزيد، قمنا بالتنسيق مع النيابة العمومية ونصبنا لهم كمين وتمكننا من إلقاء القبض على شاحنة وعلى متنها حوالي 5000 علبة جاعة مليانة و171 معناها كل كاشتي.